صراحة، عمارات، مجازات، قهاوي، وعندك شي مواضيع صراحة، وخضورة، النخيل قاع، منظر ديال النخيل راه عجيب. باطنات هاد المركز انا ديال هنا هي قدامنا كاين الدرك الملكي، المجازانة ديال البيزو والله داروها حتى هي.
كاين قهاوي مستوى نيت. هنا كاين ثانوية بن خلدون داخل ليه، باطينات بوتيكات قهاوي صراحة هذا الشارع واعر وباقي مازال غادي فيه البنية. كما قلنا هذا الشارع شارع مولاي يوسف السينا كيبدا من مدار ديال استيناف وكيهبط حتى لقصر البحر كله محسوب هذا شارع مولاي يوسف. الله اكبر. الله أكبر الله أكبر. أذان الظهر. مجازة ديال سكودا.
يعني احنا قربنا لدار السلطان او القصبة العالية ما كيسموها. غنقربو ان شاء الله ناخذ شي تصويرات تمايا. حنا كنجتهدو نحاولو نطلبو الله سبحانه وتعالى يكون هادشي في المستوى ويعجبكم، ما تدخلوش علينا بالتعليقات ديالكم وكذلك باللايكات. الناس اللي ما مشاركينش في القناة يدعمونا بمشاركة ديالهم ويسجلوا الإعجاب بالفيديوهات ويفعلوا جرس على الكل باش يتوصلوا بكل جديد. وشكرا لكم كاملين، كل من حضر في المباشر والناس اللي ما كتبش لي ما يحضروا في المباشر، راه يبقى التسجيل في قناة يمكن لكم تدخلوا به. قناة من أسي مجيد، أنا باقي محسوب هذا تاع هو شارع مولاي يوسف، هنا المطار هنا وكتهبط